انا عندي عمرتي، فانا مش مع الفكره اللي هي الايجار الجديد، الايجار اللي هو يتعدل يعني، عشان احنا كنا بندفع الفلوس دي زمان. هات شايب بس. طب ما هو كده صحاب البيوت حاليا كانهم مش طب والاول كان صحاب بيوت خارج صح ولا غلط؟ ما هو دلوقتي هم مش عارفين يتعايشوا بقى بالمبلغ اللي بيجي، يعني في ناس على المعاش، المعيشه اتعدلت بقى. انا مش مع الفكره دي، فكره فاشله. ما تيهدوا بقى، انا مش عارف انا في ايه. ده من الاخر 45 ايجار، 35 ايجار، و45 مصاريف للعمار. طب ده من كام سنه بقى؟ بقى لي حوالي 35 سنه. طب حضرتك ايه رايك في ان هم بيعملوا استفتاءات دلوقتي عشان يغيروا قانون الايجار القديم ده يبقى زي قانون الايجار الجديد؟ يعني سعر الايجار بيعلى عشان الملاك بيشتكوا من ان الايجار بقى قليل دلوقتي عن هم بيعوضوا. يا ماما هم بيعوضوا، لو حد ساكن رخيص اي شقه تفضل بتبقى هناك بقى، ما بياخد المقابل. بياخد المقابل، هم مش خسرانين على عمان. سلطنة عمان وقعد 20 سنة وليه بيت ما شاء الله، مش عارف اطلعه. انا حضرتك مع ان هو يتعمل قانون جديد ويبقى فيه نسبة زيادة على السكان؟ طبعا. هو المستأجر بيدفع كام؟ بيدفع 8 جنيه تقريبا. 8 جنيه كل شهر؟ 8 جنيه كل شهر. 8 جنيه. ايه حضرتك مع تغيير قانون الايجار القديم؟ طبعا انا ضده طبعا. ضد القانون. ولو اقدر اطلعها اطلعها. غيرها عشان الدنيا كلها اتغيرت. حضرتك بتدفعي كام في الايجار القديم؟ نعم. بتدفعي كام في الايجار القديم؟ 16. 16 جنيه من كام سنه؟ سنه 75. وحضرتك مع ان القانون يتغير؟ ما هو الايجار ينزل زياده عليكي؟ كل حاجه بقت ده في ظلم للملاك. ايه ظلم جدا. وبعدين الملاك بتدفع ضرائب وعوايد للعماره نفسها. لا احنا عايزين حاجه وسط، لا ضرر ولا ضرار، بمعنى ان الراجل المستاجر يكون واخد حقه والمؤجر يكون واخد حقه. حاجه عادله يعني، قيمه عادله، ايجار عادل. في نفس الوقت انا برضو اكون ان انا خدت 5 سنين في المكان ده، ظبطت مواصلاتي، ظبطت حياتي على المدارس وكله كله، بعد 5 سنين يجي يمشيني؟ ما ينفعش.